كشف أليكس ياركوف السفير الروسي في تركيا عن سر الخلاف بين موسكو وأنقرة والذي قد يؤدي إلى حرب، لأن موسكو تعارض مشروع أردوغان إنشاء قناة جديدة على البوسفور. يقول السفير بالحرف: توجد اتفاقية مونترو من عام 1936، وأيضا حضور أو غياب ممر بحري ثانوي لن يغير النظام الدولي القانوني أو الاتفاقية، وهذا ليس أمرا صحيحا، فظهور قناة جديدة لا يطابق بأي حال الاتفاقية الدولية. كذلك فإن إنجاز هذا المشروع يعطي تركيا أحقية مراجعة الاتفاقية الدولية المذكورة، ويقصد تماما مونترو لأنها ستظهر بشكل واسع وكامل على أنها غير مطابقة للوضع الحالي. مسألة وحيدة تبقى معرفتها ضرورية هي أن إدارة هذه التغيرات سيكون راجعاً لمصالح روسيا، ويجب توضيحها من الآن. وأول ما يظهر لي هو أن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حرة في دخول البحر الأسود. يقول السفير: أنقرة تأمل في المرور الحر لحاملات الطائرات غير النووية من أجل حاملة طائراتها، لأن أردوغان أراد أن يشتري حاملة طائرات من كلاس كوين إليزابيث في بريطانيا، لكن لندن رفضت حسب ميدل إيست آي، وهو ما يعطي للخبر مصداقية. وفي الخلاصة يقول أليكس ياركوف: إن راجعت ترك اتفاقية مونترو ستدير كل البحار حولها، وهو سر الخلاف الخطير بين موسكو وروسيا. ويعتبر أردوغان أن بوتين يتدخل في شأن داخلي لتعمير بلاده. هذه الشخصية الدبلوماسية ليست عادية، منذ 2000 إلى 2003 عملت في الرئاسة مع بوتين، وأرسلت مباشرة إلى سوريا سفيرا بمنصب وزير، ولديه خلفية كبيرة جدا استخبارية بطبيعة الحال، وعادت إلى موسكو إلى جانب لافروف، ثم أرسل قنصلا إلى تركيا من 2009 إلى 2015، وفي 2017 عين سفيرا في تركيا. وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بوتين وأردوغان في خلاف حقيقي أمام تدخل روسي مباشر في مشاريع أردوغان، في مشاريع يعتبرها ترك على أنها من مشاريعهم الداخلية ومن سياستهم الداخلية، ولا تتعلق أبدا بالاتفاقيات الدولية، خصوصا بالنسبة للبوسفور. البوسفور يراه الأتراك بأن هناك ممرا بحريا آخر ثانويا أو جديدا سيكون هناك. بالنسبة لروسيا هذا حرام، هذا ممنوع، وكررت بالجملتين معا، كررت على أساس هذا المفهوم الديني كأننا في كنيسة. كذلك الشأن بالنسبة للقانون الدولي، فكررت الجملتان معا، وهذا خطير جدا أمام هذه الإرسالية الواضحة من شخصية أقرب ما تكون إلى الرئاسة، لأنها اشتغلت في الرئاسة واشتغلت أقرب إلى تسليم كل التقارير الاستخبارية إلى بوتين شخصيا. هكذا كان يعمل السفير الحالي، السفير الروسي الحالي في أنقرة، كان يقدم كل شيء خصوصا بالنسبة لحرب أمريكا ضد العراق، كان هو المشرف على هذا الملف، وكان أهم يباشره هو الموقف الذي كان قد تمتع به أردوغان في هذا الحين، وكيف عرقل مشاركة أنجيريليك أو القاعدة في الهجوم الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي للعراق. كان مهما جدا بالنسبة إليه تطور كل ما يجري، ولذلك أرسل مباشرة إلى سوريا تخوفا من أي تطور ما بعد الهجوم الأمريكي
على العراق ثم بعدها نقل مباشرة إلى تركيا. إنه يعمل في هذه الدائرة في هذا المثلث بين بغداد وما بين دمشق وأنقرة. إنه يدرك بشكل جيد ما كان يتصرف به بوتين بخصوص ما يجري في المنطقة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كما لاحظنا فإن تصريحاته جاءت مدروسة عندما يقول لأن بالنسبة لما يرغب فيه أردوغان هو إطلاق حاملات طائراته في البحر الأسود. فإن تغيير مونترو هو لصالح تركيا مرتين، للممر الثانوي من جهة وأيضا لحاملة الطائرات التي هي تعمل حاليا الأولى وهناك ثانية في الطريق. يعني نحن أمام حاملتي طائرات موجهة نحو البحر الأسود، وهذا الذي يعتقد الجميع لأنه مساس مباشر بالأسطول، أسطول البحر الأسود الروسي، وهو الذي طلب من مصر أن تكون معه في مناوراته الأخيرة وحجب كل شيء. على كل حال هذا تفصيل آخر. إذن العملية اليوم هو أن تركيا ساعدت كوك في البحر الأسود، ساعدتها جويا قبل التحاق مدمرة أخرى، هذه زاوية. ثم ثالثا هي بالنسبة لأوكرانيا، فالكل يعمل اليوم في البحر الأسود أمريكيا، وقبل انسحاب اليوم انسحبت المدمرتين الأمريكيتين من البحر الأسود تحت التزامات مونترو، ولولا مونترو لبقيت ما بعد 21 يوما. وهذا الذي يدفع الروس إلى التمسك بمونترو، لأنها تعطي لروسيا أكثر مما تعطي للأتراك ولتركيا. وبالنسبة لأردوغان يجب تغيير المعادلة من خلال الممر، هذا الممر الثانوي سيغير كل شيء وسيقلب كل شيء، خصوصا بالنسبة لحاملات الطائرات التي يريدها أردوغان أن تكون وأن تعمل في البحر الأسود في لا جانب وفي تنافس كامل مع أسطول البحر الأسود. إنه انقلاب حقيقي لما يجري في الخارطة. ولذلك خرج أردوغان مباشرة ليقول بأن الشأن الداخلي والتنموي يفرض الممر. بالنسبة لروسيا تقول إن الاتفاقية لا تسمح بذلك، وأي تعديل فيها في مونترو سيعني تعديلا في شرق المتوسط وفي كل ما عدا ذلك من اتفاقيات. بالنسبة لتركيا فترى لابد قوتها تجاوزت نطاق المحدود ل 1936، ولا بد أن تخلق جوا آخر، لا بد أن تخلق مناخا استراتيجيا جديدا، جيوسياسيا جديدا. لا بد أن يبدأ من البحر الأسود، بعدها الشرق المتوسط أو هما معا. الأمريكيون يرغبون في دور كبير لتركيا في البحر الأسود، وترغب تركيا في أن يكون هناك مرور مباشر لكل البوارج وحاملات الطائرات غير النووية إلى البحر الأسود، وهذا الذي يحرج روسيا بشكل كامل، وهذا الذي يسمح من جهة ثانية بالمناورة المركزية بالنسبة لأنقرة، لأن أنقرة تريد أن تلاعب اليوم كل البحار، كل المياه، لا في البحر الأسود ولا في البحر الأبيض على حد سواء. وهذا التكتيك الذي ينجز اليوم حول الممر لا يرغب فيه بوتين، وأمريكا تسكت على الممر، وأردوغان يريد العمل فيه، وروسيا تريد أن تتدخل عسكريا من أجل منع هذا الورش ممر إنسان. والآن تركيا مضطرة للحرب، مضطرة للدفاع عن الممر الثاني أو الثانوي في البوسفور، وهذا خطير جدا للغاية، لأن الأمر قد يتحول من خلاف إلى حرب بدأت فعلا لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في دونباس ولا أيضا احتمال كبير في أفريقيا. لذلك فإشعال هذا الخلاف وتحويلها إلى حرب مجزأة قد تنتهي بحرب في البحر الأسود. بالنسبة لأمريكا هي مع هذا التطوير لحصار روسيا وتغيير مونترو، لكن الأمريكيين لا يرغبون في أي تحول جديد في الشرق المتوسط، ولذلك فروسيا تدعم اليونان لإبقاء السيادة اليونانية على كل الجزر وكل السياسة اليونانية لسبب رئيس.
ليس حبا في اليوناني، إنما حبا في الاتفاقيات الجارية والريال بوليتيك الحالي والستاتيكو الحالي من أجل الحفاظ عليه في البحر الأسود الذي يرغب الأمريكي والتركي في تغييره نهائيا. وهذا الذي يحدث اليوم ويؤكد على أن بوتين قد يستخدم القوة، لكن بالنسبة لأردوغان هو مستعد اليوم لاستخدام القوة الحامية له، ولذلك فالتحالف مع أمريكا في هذه اللحظة في البحر الأسود تعتبر استراتيجية، لأن أمامه روسيا فهي تحارب الآن والأتراك يحاربون، ليس في ضربة حميمين فقط ولا في السماوات السورية، وإنما في كل المنطقة وفي البحر الأسود تحديدا. وهنا يجب أن نطرح سؤالا واحدا، هل أردوغان يسعى إلى حرب مع روسيا؟ قد تكون إن فرضت عليه، وهو سيمرر هذا الممر، سيكون التحدي كبيرا وخطيرا على البحر الأسود، ولكن لا مجال لأردوغان إلا أن يحارب ويقاتل من أجل شأنه الداخلي الممتد إلى مونترو، لأن محاولة روسيا في عدم المساس بمونترو وعدم المساس بستاتيكو الموجود في اليونان سيكون كارثيا على النطاق الجيوسياسي لتركيا. فأردوغان والجيش يحاربان اليوم، ولا يمكن إلا أن تتواصل هذه الحرب، لأن بوتين اختار ألا تغير مونترو، واليونان ينظرون إلى بوتين أكثر مما ينظرون إلى واشنطن، لأنه إن غير أو قبل بوتين بالتغيير أمام تركيا فإن اليونان وخارطة اليونان ستتغير أوتوماتيكيا. ولذلك فالحماية اليونانية تبدأ من أرثوذكسية هذا الاتفاق والأرثوذكسية الدينية أيضا، وهذا الذي يريد أن يتشبث به بوتين. أردوغان واضح، جيشه واضح، يمكن أن تكون حرب ببساطة شديدة، الكل سيتغير، لا في شرق المتوسط ولا في البحر الأسود. هل سيدفع أردوغان الثمن؟ هناك تركيا كلها ستدفع الثمن إن لم يكن الممر، هذا هو الواضح جدا بالنسبة للسيادة والوطن الأزرق ولكل مشاريع الجيش التركي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.